السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع ربط منطقة الساحل تاع بالم بيتش ومنطقة ما يسمى بسيدي فرج، وكتسهيل يعني حركة تاع المرور اللي تعرفها في كل صيف فيه اختناقات كبيرة في هذه المنطقة، حيث أنه الآن فيه أشغال لتوسيع طريق رئيسي يربط طريق السيار تاع زيرالدا بن عكنون، إذا على مستوى هذا المحول باتجاه هنا إلى منطقة بالم بيتش هنا، وكذلك نشوف نقترب شوية بقى نشوف الطريق هذا مليح. إذا هنا لاحظ انه الجزء هذا هنايا فيه اشغال، هنايا نشاهد هنايا انه تم استحداث انتريمي هنا، وكذلك الاشغال سوف تستمر هنا. نشوف لاحظ هنا الجزء هذا انه تم توسيع الطريق الى حدود المنطقة هذه، وهنايا نشوف مجسم نتاع الاشغال يعني اللي رانا نتكلم عليها. وهنا نشوف الجزء هذا انا اللي قلنا عليه اللي راه منتهية الاشغال فيه، وهنا يعني يتم استحداث يعني محول هنا، وهنا نقطة دائرية هنا وهنا، ويعني دير انحراف للطريق ديفياسيون بسبب السكنات اللي هنايا. اذا وهنا كذلك على مستوى البريجة، منطقة البريجة فيه محور دائري كبير، وفيه هنا بالأحمر باساج سوتيرا إضافي، وهذا جزء من الطريق الوطني رقم 41 اللي راح سوف يتم الازدواجية تاعه. إذا هذا هو المشروع. نخليكم تتابعوا يعني بعض الصور اللي خديناها في خلال الأسبوع هذا حول الأشغال هذه في المنطقة هذه. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.